السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم من جديد، يا رب تكونوا في أفضل حال. في هذا الدرس بجاوب على سؤال وصلني في التعليقات من أحد المتابعين على درس الوزارات أو النعلات في برنامج الرفت المعماري، وطلب طريقة عمل الوزراء المخفية، وأعتقد هنا يقصد الوزراء اللي تكون مع مستوى الحائط وتسمى الفلاش سكيرت وتكون بهذا الشكل. في الدرس السابق شرحت طريقتين لإضافة الوزرات للحوائط في البرنامج. الطريقة الأولى تتميز أنها سهلة وسريعة وبتنضاف لكل الحوائط اللي من نفس التايب، لكن عيبها أنك ما تقدر تحسب الوزرات في جدول كميات منفصل. أما الطريقة الثانية بتاخذ وقت أكثر لأنك بتضيف الوزرة على كل جدار في المشروع على أحدة، لكن تتميز هذه الطريقة أنك تقدر باتباعها تحصل على جدول كميات منفصل خاص بالوزرات. في هذا الدرس بفترض أنك شفت الدرس السابق وبكمل على هذا الأساس، الرابط ظاهر لك في أعلى الشاشة وتركت لك رابط الفيديو في الوصف. الآن خلونا ننتقل لبرنامج الرفت ونبدأ في درس اليوم. نبدأ بإنشاء الوزرة بأننا نروح لقائمة فايل ونختار من هنا نيو ونختار فاميلي، بعدها ندخل للإنجليش لو إحنا بنستخدم المتريك ونختار متريك بروفايل اسم الفاميلي، ننزل على تحت اللي هي هذه ونضغط على أوبن. بعدها لما تفتح الفاميلي نبدأ بالرسم، أن نضغط على الآي على الكيبورد أو من كرييت تختار اللاين ومن هنا نرسم بس بشكل بسيط. مثلاً بهذا الشكل، وبعدها نعدل على الدايمنشن نضعها 15 ويكون الارتفاع مثلاً 100. بعدها بنسوي لها لوك مع الرفرنس بلين بأننا نستخدم الالاين تول، نضغط على AL على الكيبورد، بعدها نحدد على الرفرنس بلين وبعدها اللاين ونسوي لها لوك. مرة ثانية الرفرنس بلين الثاني بعدها اللاين ونسوي لها لوك. الخطوة اللي بعدها بنضيف دايمنشن عشان نقدر نضيف بارامتر لها، نضغط على DI على الكيبورد أو من الموديفاي ناخذ الدايمنشن نضيف من الرفرنس بلين لللاين وبعدها من الرفرنس بلين لللون بهذا الشكل. نحدد على الأولى وبعدها من هنا من ليبل دايمنشن نختار كرييت بارامتر ونضيفها، طبعا بيكون التايب اوريدي هو مختار التايب الصحيح، نسميها هذه الويدث ونفس الشيء تكون تايب ما نغير ولا شيء ونضغط على اوكي. الثانية نحدد على الدايمنشن نختار كرييت ونسميها هايت وبعدها نضغط على اوكي. الآن باقي أننا من البروبرتيز ناخذ من هنا الفاميلي تايب نحدد عليها ونضيف هنا نيو تايب ونسميها التايب عشان لو كان عندنا كذا تايب أو سوينا لها دوبليكيت في البروجكت نكون عارفين الأسماء الصحيحة، نخليها 100 ب15 باسم المقاس ونضغط على أوكي نضغط على أوكي. الآن بنسوي سيف لهذه الفاميلي، نضغط على الفايل ومن هنا نختار سيف، نروح للمسار اللي نبغى يحفظ فيه الفاميلي نسميها نسمي هذه right لأن نبغى نسوي نفسها بس تكون على اللفت. من الأوبشنز نخليها بس واحد، ما نحتاج maximum backup أكثر من واحد، نضغط على أوكي ونضغط على السيف. الآن كل اللي بنسويه أننا بنغيرها ونخليها لليمين، ما رح نعيد كل الخطوات بس بنسحبها بهذا الشكل عفوا لليسار ونختار من هنا بس نعدل على الدايمنشن أنها تكون 15، ممكن نسحب هذا لهنا ننزلها شوي على تحت ما يفرق بس يعني البرزنتيشن اللي هي الفاميلي نفسها. بعدها نختار فايل ونختار سيف أز فاميلي نفس الاسم بس نخلي هذه على اليسار وبنعرف ليه في لما نبدأ نشتغل على البروجكت، نخليها left ونضغط الأوبشنز نفس الشيء واحد أوكي أوكي وسيف. بعدها نفتح الفاميلي اللي تذكرت لأن هذه صارت في اللفت من الفايل الريسنت فايل بيكون عندنا الرايت بيفتحها لنا ونبدأ نيو بروجكت. من فايل نختار نيو ونختار بروجكت نختار التمبلت ونضغط على أوكي نسحبها بس لهنا نبدأ نرسم مثلاً فلور
نضغط على علامة الصح، وبعدها نرسم وول، نضغط على W A على الكيبورد أو من الأركتكتشر نختار وول. بس عشان نشوف بشكل واضح نفتح ال 3D، نشتغل شوي على البرزنتيشن، نخليها مثلا شيدد، نفتح الشادو، نختار الامبيانت شادو، نضغط على اوكي، وممكن نغير ماتيريال الوول نحدد عليه ونضغط على edit type. طبعا لو احنا ما نبغى يتغير الوول نفسه النوع هذا نضغط على duplicate، بس من هنا ما راح اهتم الان، نضغط على edit ومن هنا نضغط على 3 dots لهذا الماتيريال، نختار create new material نسميها مثلا كونكريت، ومن الابيرنس نختار replace this asset، ومن هنا نختار من انواع الكونكريت اللي موجوده مثلا نختار هذا النوع، نختار use and render appearance ونضغط على اوكي ونضغط على اوكي واوكي مره ثانيه. بعدها نسوي لود للفام اللي احنا سويناها، بس نسحب 3D، نسكر الفلور بلان، نبدأ بإننا نستخدم الأول واحدة اللي سويناها كانت على اليمين، نختار لود انتو بروجكت، نختار بروجكت 1 ونضغط على اوكي. الآن صارت موجودة معنا، كيف نضيفها؟ نحدد على الول وبعدها نضغط على الإديت تايب من هنا ونضغط على الإديت. لو كانت هذا المكان مسكر عندك في البريفيو بيكون محطوط على البلان وبيكون مسكر بهذا الشكل، نضغط على البريفيو ونغيرها من هنا البيو لي السكشن عشان يشتغل عندنا السويب، نضغط على سويبس ونضيف 2، نضغط على اد مرة ثانية. طبعا ما راح نسوي لود لان احنا سوينا لود للفاميلي اللي احنا انشأناها، ونختار من هنا النوع، واحدة تكون في الاكستيرير وواحدة تكون في الانتيرير، وبعدها نضغط على اوكي. الحين ما احنا شايفين بشكل واضح، ممكن نغير من هنا السامبل هايت نخليها مثلا 2 بحيث اننا نشوف بشكل اوضح اي تغيير نسويه، لان طبعا الوزر صغيره مقارنه بارتفاع الحائط. بعدها نضغط على اوكي، بس قبلها خلونا نغير الماتيريال لها، نضغط على سويب مره ثانيه، وبعدها نختار من هنا ماتيريال، نسوي كريت نيو ماتيريال، نسوي لها رينيم، ممكن نخليها مثلاً wood، ومن الأبيرنس نختار من هنا replace this asset ونبحث عن نوع من أنواع الود الموجودة، مثلاً نختار هذا النوع، وبعدها من الكرافيكس نختار use render appearance ونضغط على OK ونضغط على OK وOK مرة ثانية، ما اخترنا اللي في الاتجاه الثاني، نضغط على edit، بس من هنا من السويبس نختارها تكون نفس الماتيريال. اوكي تمام، اوكي نضغط على اوكي مره ثانيه. اوكي انا رسمت الحوائط بهذا الشكل عشان نشوف نهايه الحائط من هنا، من هنا لما يكون في انترسكشن للحوائط كيف يكون شكلها. من هنا ما عندنا مشكله، لكن من هنا كيف نعدل هذا المكان؟ نحدد عليه ونضغط من هنا على الموديفاي، نختار واحد من هذه الفيسز، بعدها كل اللي بنسويه بنسوي align، نضغط على L في الكيبورد ومن الموديفاي نختار align، بعدها نختار هذا الفيس اللي هو من هنا ونختار الفيس اللي هو هذا اللي طالع عندنا. لو ما عرفت تجيبها بس اضغط على التاب عشان تجي معك، اللي هو هذا الفيس مع هذا الفيس. طبعا اللي هنا احنا بنسويه انه باللاين وورك بس نعدل عليه، نروح للموديفاي ومن هنا من اللاين وورك من الفيو نحدد عليها ونختار اللي هو invisible ونشيل الأول والثاني، مرة ثانية الأول والثاني. أوكي فنشال عندنا بهذا الشكل. طبعا نهتم بهذه التفاصيل للpresentation علشان ما يكون عندنا أشياء باينة، طبعا ممكن تكون هي تفصيلة صغيرة لكن لازم نهتم بهذه التفاصيل الصغيرة عشان يكون بالنهاية شغلنا مرتب. الآن إحنا زي ما إحنا شايفين لما نجي ونرسم الفاميلي من اليمين بتكون خارج الحائط، ممكن يجي على بالك إن نسوي لها أوفست بنفس الثيكنس لها أو الويدث وإنها تدخل على جوا،
اللي بيصير إنها بتزبط من كل الجهات باستثناء المكان اللي بيكون زي كذا end wall بهذا الشكل، بيكون مفتوح ما في دور، بيكون عندنا المشكلة هنا. خلينا نشوف مع بعض، نحدد عليها، نضغط على edit type ومن هنا نضغط على edit، من السويبس من هنا نختار الأوفست إنها تكون minus 15، ونفس الشيء هنا من الاتجاه الثاني من اليمين نختار minus 15 ونضغط على apply، بنشوف إنها من هنا كلها دخلت أو بتكون شكلها صحيح في البريفيو. نضغط على أوكي 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 مرة ثانية، بنشوف زي ما قلت لكم إنها من كل الأماكن دخلت على جوا باستثناء هذا المكان. فالشيء اللي بنسويه الآن إننا إحنا بنغير نوع الوزرة وبنستخدم الوزرة اللي رسمناها على اليسار، لأنه لما نرسمها على اليمين بتكون خارج الحائط، وللأسف لما نسوي لها أوفست بتكون عندنا هذه المشكلة، وطبعاً ما رح نقدر نعدلها بطريقة ثانية. فكل اللي بتسويه بسهولة إننا بنروح للفاميلي اللي إحنا أوريدي سويناها وحفظناها وتكون مرسومة على اليسار، نسوي لها لود إنتو بروجكت، نختار البروجكت، نضغط على أوكي، بعدها نعدل عليها بأننا نحدد عليها ونضغط على الإديت تايب، ومن هنا نضغط على إديت مرة ثانية، ندخل على سويبس ونغير للنوع الثاني اللي هو اللفت، وطبعا نشيل الأوفست ما ننسى، نضغط على أبلاي بس نشوف شكلها، بنشوف إنها داخل، نضغط على أوكي وبعدها أوكي أوكي مرة ثانية، بنشوف إن المشكلة انحلت عندنا. هذا طبعا عادي بنسوي له ألاين وبيزبط معنا، بس من كل مكان شكلها صحيح بتكون كلها على جوا. نضغط على AL على الكيبورد ومن هنا ناخذ الفيس اللي هو هذا مع هذا الفيس، مرة ثانية AL، نضغط على التاب تاب لما ناخذ هذا الفيس، وبعدها نحدد على هذا الفيس ودخل عندنا وما عندنا الآن أي مشكلة. الشيء الوحيد أو ستيب اللي باقي عندنا أننا نبغى نسوي فراغ فوق هذه الوزرة، يكون بين الحائط وبين الوزرة. بنسوي ببساطة إن بنستخدم الفاميلي اللي إحنا استخدم اللي سويناها already، نضغط على الفاميليز نفتحها اللي كانت على اليمين، ومن هنا نضغط على البروفايلز واللي سويناها اللي هي على اليمين نضغط على نفتحها، ومن هنا طبعا نضغط على دوبليكيت، نحدد على النوع، طبعا نبغاها أصغر من هنا مثلا تكون 10×10، نضغط دبل كليك عشان نغير المقاس، نخليها تكون 10×10 ونضغط على أوكي. بعدها بنستخدم الريفيل، نحدد على الحائط نفسه، نضغط على الإديت تايب ومن هنا إديت مرة ثانية، نغيرها من هنا للسكشن ونختار الريفيلز، وأيضا بنضيف بنسوي أد التو بروفايلز، نضغط من هنا ونختار اللي هي 10×10 ومن هنا 10×10، وبنخلي واحدة على الإكستيرير وواحدة على الإنتيرير، نضغط على أبلاي أوكي، نضغط على أوكي مرة ثانية ومن هنا أوكي، صارت تحت بس نحتاج أن نرفعها، نضغط على إديت تايب مرة ثانية إديت ومن هنا الريفيلز، بس من الديستنس من هنا نخليها 100 ومن هنا مرة ثانية، نضغط على أبلاي نشوف شكلها زي ما احنا شايفين صارت فوق، نضغط على اوكي اوكي واوكي مرة ثانية زي ما احنا شايفين زبطت عندنا. هذا بس نبغى نسوي له الاين زي ما سوينا، بس من كل مكان شكلها صحيح. نعدل عليها، نسوي بس روتيت عشان نشوفه بشكل اوضح، اوكي نحدد عليها، وبعدها نختار نفس الاختيار الموديفاي ونضغط على هذا الفيس، وبعدها نضغط على الـ AL على الكيبورد، نختار هذا الفيس ونختار هذا الفيس، نحتاج أن نسوي روتيت، نعيدها مرة ثانية، نضغط على الـ AL تاب لما نختار هذا الفيس، ونختار هذا الفيس، وصارت عندنا بهذا الشكل وزبطناها. الآن ممكن نحتاج اللاين وورك عشان نعدل الأشياء اللي بتكون موجودة عندنا هنا، عندنا مجموعة من اللاين، طبعا من الأسهل لما نجي نسوي أوربت أو روتيت إن نحدد عليها ونسوي، بس ما نقدر نسويها وإحنا مختارين الألاين تول، نضغط مرة ثانية لنروح للفيو، نختار من هنا، نختار هنا الانفيزبل لاين، ومن هنا نضغط على هذا اللاين مرة ثانية،
نضغط المكان فاضي، فراح عندنا اللون بس عشان نشوف طريقة أوضح. في هنا لون مساء عندنا، نقدر طبعا نضيفه زي ما نقدر نشيل لون، نقدر نضيف لون نختارها مرة ثانية ونختار الميديوم لاين ونضيفها بهذا الشكل. وهذه بكل سهولة الخطوات، وهذه الخطوات بكل بساطة. بس الشيء المهم اللي نتذكره أنه لما نجي نرسم البروفايل للوزر اللي تكون فلاش على الجدار، نرسمها على اليسار من الرفرنس بلين، نخليها على يساره مو على يمينه، لأن لما نجي بتكون عندنا تواجهنا هذه المشكلة اللي شفناها في نهاية الحوائط بهذا الشكل. استخدمنا احنا الفاميلي الثانية بأننا سوينا الريفيلز اللي استخدمناه هنا. فهذه بكل بساطة كانت الخطوات، ولهنا نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو. أتمنى يكون استفدتوا والمعلومات سهلة وواضحة وبسيطة. لو عجبك الفيديو واستفدت منه أشعرني بالضغط على زر اللايك، ولو شغوف بالتعلم أكثر عن التصميم وبرامجه اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك إشعار من يوتيوب وقت نزول محتوى جديد على القناة، بينزل فيديو جديد كل نهاية أسبوع. لو عندك أي استفسار أو اقتراح لا تتردد بمشاركته في التعليقات وبرجع لك في أقرب وقت. ولو بتسمعني لهذه اللحظة أحب أشكرك جزيل الشكر على المشاهدة، وأتمنى لك كل التوفيق والسداد. نلتقي في فيديو الأسبوع القادم، في أمان الله.